وسكتوا. ومعلش بعتوا لها اكل وبعتوا لها فلوس وبيعمل لها كل حاجه. اهله اللي عارفين ان هو انسان مش كويس ولا انسان يؤتمن على بنات الناس وغير سوي، ويقول لها برضو معلش. لا بيصرف عليها ولا بيعملها كويس ولا في تفاهم واهانات. ده ايه؟ لا المفروض ان هو يعمل فيها كل اللي هو عايز يعمله. وبعدين معلش ريحيه، معلش انت لسه في الاول بقى، في مشاكل كتير ولسه ما فهمتوش بعض، ولسه واحد ما فيش معاه تفاهم اصلا، واحد اهانات بمد ايده، مريض بيخليها تنهار، بيدمر نفسيتها، بيجيب لها اكتئاب وبتنهار وبتقعد تترعش. بعد لما بيحصل لها كده وبيغمى عليها يقعد يقول لها لا معلش وخلاص وهدي وبتاع، اول ما تفوق كده يكمل عليها. حاولوا تختاروا شريك حياة يبقى شبهكم، يبقى بجد نفس تفكيركم. على فكرة يا جماعة الارتباط حلو، الجواز جميل جدا جدا جدا، في معاني جميلة جدا، بس للأسف لا عاد حد كويس من جواه، ولا عاد حد سوي، ولا عاد حد واضح. يعني الناس بقت بتدخل البيوت وبتمثل وبتنافق وكله عايز يبين ان هو كويس، بس انا بجد بستغرب ان بجد في فعلا مش هقول بقى رجاله، لان الراجل ده مش نوعك، انت نوعك ذكر، لكن الراجل دي فعلا صفه. وبتلاقي حد يقولك البنت دي ميت راجل عشان هي جدعه مثلا وفيها الصفات فعلا بتاعت الراجل. فاحنا مفتقدين الرجاله بجد. على فكره يا جماعه الفتره الجايه ان شاء الله كمان يعني فتره هبدا ادرس فعلا علم النفس، لان انا من كتر انا هقوم، لان في هنا هو جامد قوي. خلتني فعلا محتاجة ان انا فعلا ادرس الموضوع، محتاجة اعرف ازاي ليه الناس بتتصرف بالطريقة دي، ليه بجد في بني ادمين مثلا بيعملوا كده، ليه مثلا في جوازات بيحصل فيها كده ليه. فبجد الناس دي بقت بالنسبة لي حاجة لازم تدرس، اقسم بالله يعني بجد عشان نفسي، عشان انا فعلا اتبهدلت، انا سواء بقى من القريب او من الغريب. كنت بشوف تصرفات عجيبة وغريبة ولا تمت للأدمية والإنسانية بصلة، وأقول مش معقول دي الفطرة اللي ربنا خلقنا بيها، مش معقول دي الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها، مش معقول إن احنا نبقى كده ونعمل في بعض كده. طب ليه؟ يعني مثلا حد يبقى كويس مع حد، ليه هو مثلا يأذيه؟ حد مثلا يبقى فيه، الناس بقت بتعمل الحق، بتعمل الحق باطل والباطل حق، الناس كلها بقت كدابة ومنافقة وحاجات كده. بجد لازم الموضوع فعلا يدرس. انا بدأت اقرأ فعلا عن الموضوع، بدأت اعرف ليه الناس بتعمل كده، فعلا عندهم امراض. وكنت بحس ان اقول الناس دي مش طبيعية، مش طبيعية، فيهم حاجة لازم فعلا يتعالجوا، لازم كده. كان معايا حق فعلا، لقيت حرفيا نفس اللي بيعملوه، اقسم بالله بالظبط. دي في علم النفس حاجة اسمها كذا كذا كذا، امراض كذا كذا كذا. الناس دي العلاقات اللي هي السامة اللي بتسمك وبتسم حياتك وبتبهدلك وبتدمرك وبتدمر نفسيتك، ولو الناس دي عمرها 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 ما هتعترف، عمرها ما هتعترف ان هي فيها حاجة، وهتفضل كده. ربنا عمي عليهم، ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا،
علشان الناس دي هما كده حابين ان هما يبقوا كده، حابين ان هما يمشوا في ضلال. خلاص ربنا هيعمل فعلا، هيعمل بصيرتهم، هيخليهم فعلا وهيجيب لهم فعلا ناس يقوهم على اللي هما فيه ويقول لهم انتوا صح وبرافو ويسقفوا لهم، علشان هما مش عايزين يتغيروا، عشان هما كده حابين يبقوا كده. فبجد الحمد لله الذي عافاني بما ابتلى به غيري وفضلني على كثير من الخلق. فانا الحمد لله الحمد لله الحمد لله لما بحس فعلا، لما بشوف كل الناس وبشوف كل القرف اللي جواها والبشع اللي في قلوبهم واللي في لسانهم، بحس ان الحمد لله ربنا ميزني. الحمد لله يعني يا جماعه اقروا في دينكم، اقروا اقروا، شوفوا شوفوا اللي انتوا بتعملوه ده عقابه ايه. فبالنسبه بقى لقصه حياه قطعت قلبي فعلا، الحمد لله الحمد لله ان انت خلصت منه. اهلك كانوا غلطانين ان هم عارفين ان هو بيعمل فيكي كده، كانوا بيقولها معلش احنا هنجيب لك فلوس وبس، يعني هنجيب لك حاجتك، مش مهم خلاص هو يصرف عليكي او مش مهم اي حاجه، بس يعاملك كويس. لدرجة ان هو بيقولها انت مالكيش حد يسال فيكي، علشان كده كان بيزود معاها. رساله للاهالي، ارجوكم 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 بلاش ترموا ولادكم، ولادكم مالهمش غيركم. لما يشوفوا ان انتوا رامينهم كده، لما يشوفوا ان انتوا مش بتعرفوا تاخدوا لهم حقهم، لما يشوفوا ان انتوا معلش بلاش، لما يكون بنتكم متهانه في بيتها، المفروض بتحلم، اي بنت فينا بتحلم ان هي تعيش مرتاحه مع جوزها، يبقى راجل بجد 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 بيحبها وبيحميها من اي حاجه، مش هو اللي بيهينها، هو اللي بيكسرها، هو اللي بيذل انفسها، هو اللي ما بيقدرهاش، هو بالعكس. يا جماعه والله العظيم يعني تبقى الواحده بتتقي ربنا في اللي معاها، وبتحاول ان هي تغيره، وبتحاول ان هي تتكلم معاه مره واتنين وهما يعيشوا كويسين، وهو يبهدلها كده ليه؟ الرساله الثانيه للاهالي اللي عارفين ابنهم ان هو غير سوي وان هو مش كويس، بتجوزوه ليه؟ واحد لا قادر يشيل مسؤوليه، واحد مش عارف يعامل مراته كويس، على الاقل كونوا يعني السكت على الحق شيطان خالص. فكون ان انتوا عارفين ان ده الحق تسكتوا عليه معلش وبتاع، وابننا عادي يعمل اللي هو عايزه وما بيغلطش. المشكله ان هما الاهالي تبقى شايفه احنا ابننا ما بيغلطش، مهما يغلط مش شايفينه، احنا مش شايفينه. ممكن يغلطوك انت ذات نفسك، يعني ممكن يغلطوا البنت دي ويطلعوها وحشه ويتكلموا عليها كمان، لكن ابنهم ما بيغلطش مهما يعمل، ان شاء الله لو قتلها. فعالجوا ولادكم، خلوهم كده رجاله قبل ما تدخلوا البيوت، وخليكم كده ناس تؤتمن على العرض، وذاكروا دينكم، اعرفوا دينكم. رساله بقى لاي واحد عايز يتجوز، فكر كده في نفسك، شوف كده انت هتقدر فعلا تخلي الانسان اللي معاك سعيده. ربنا قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني ربنا مأمنك امانه، هتقدر تقف قدام ربنا وتقول يا رب انا كنت قد الامانه دي؟ هتكون واقف قدام ربنا وعملت كل حقوقك، قصدي عملت كل واجباتك كزوج عليها وكأب؟ جماعة اعرفوا يعني ايه جواز. جواز ده حاجة كبيرة قوي، معاني كبيرة وعظيمة، يعني اتنين في جسمين بس يبقوا حاجة واحدة، في روح واحدة، يخافوا على بعض، ما يقبلوش على بعض الهوى، ما حاجات كتيرة قوي 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 بجد. انا بقيت فعلا حاسة اني ما عادتش موجودة من كتر ما بشوفهم بسمع الحاجات. انا بحب قوي فعلا لما بشوف بجد اتنين بيحبوا بعض بجد، في بينهم العلاقة السوية دي،
وبجد عارفين ازاي يبنوا الاسره مع بعض، مش حد، مش واحده بتبني والتاني بيهد، بياخدوا كده ايدين بعض للجنه، بياخدوا ايدين بعض كده لدنيا حلوه، يعرفوا يعني ايه يربوا ولادهم مع بعض، يعرفوا يعني ايه يشدوا ايدين بعض كده لكل حاجه حلوه. ليه يا جماعه العلاقات بقت سامه؟ ليه كل العلاقات بقت مؤذيه؟ ليه كل الناس بقت مؤذيه؟ بجد فكرة الجواز الناس شوهتها قوي. يعني لما تكون واحدة مثلا خارجة من بيت ابوها رايحة لبيت تاني، خلاص دي حياتها، الاهل اللي هي داخلة عليهم دي اهله، هيبقوا اهلها وخلاص، دي بقى دنيتها التانية. ف زي ما يكون الاهل، زي ما يكون واحدة داخلة عليهم مش حابينها، هو زاد نفسه عايز يدمرها، زي ما يكون هي جارية عنده، حاجات كتير قوي. الناس بجد شوهت الحب، شوهت الجواز، شوهت العلاقات. وبجد بص يا جماعة، الرسالة بقى الأخيرة للبنات، يا بنات خدوا مني نصيحة بجد، مش ترتبطي بحد، بلاش تدخلي علاقة وانتي من جواكي هشة نفسية، وانتي من جواكي في مشاكل نفسية، سواء بقى مثلا من اهلك، من صحابك، من حاجات فعلا مؤثرة عليكي نفسيا. لان انتي هتكوني داخلة العلاقة دي اصلا ضعيفة، فهتحكي، فهتتكلمي عن كل نقاط ضعفك، هتبقي زي ما يكون القشة اللي بتتعلقي فيها. بس هو ممكن ما يبقاش كده، ممكن يستغل فعلا نقاط ضعفك دي ضدك، ممكن يبقى انسان غير سوي وانت مش عارفه، وخلاص هو خلاص عارف كل نقاط ضعفك وهيلعب عليك، هو خلاص عارف كل نقاط ضعفك ايه وهيلعب عليها وهيدمرك، فخلاص مفيش اي مفر منه تاني. خلاص انت واحده دخلتي علاقه وحكيتي له كل نقاط ضعفك، فهيلعب عليها وهيدمرك، ومحدش هيتكسر ولا هيقع غيرك انت. لازم يا بنات بجد تكوني كده، تكوني داخلة علاقة وانتي ناضجة، روحي تنمية بشرية، اتعلمي علم النفس، تعلمي الشخصيات يبقى من جواكي عشان تعرفي تتعاملي، عشان تعرفي تفهمي، عشان تعرفي محدش يستغلك، محدش يجي عليكي. بلاش بقى يا جماعة الطيبة الزيادة اللي هي اسمها سذاجة، بلاش السذاجة، بلاش خدوها مني نصيحة. انا اكتر واحدة كنت ساذجة يعني، واكتر واحدة كنت بتعامل ببراءة الاطفال، اللي هو